تشهد فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حفلات موسيقية وغنائية متنوعة ملأت أرجاء المسرح الروماني ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. وتميزت فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية باستقطاب جميع الفئات العمرية. حفلات موسيقية وغنائية متنوعة ملأت أرجاء المسرح الروماني ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، حيث احتفل كورال جامعة اسكندرية بنجاح طلاب الثانوية العامة وسط تفاعل كبير من الحضور. هنشارك نقلة في الثانوية العامة ونعمل احتفال وكمان في مدينة العالمين، يعني دي حاجة أسعدتنا جدا. وحضرنا بقى، حبينا نحضر كل الأغاني المبهجة تبسط الطلبة وتهنيهم بنجاحهم. يعني العرض ما شاء الله جميل، وكان حضور جمهور جميل كله، سواء طلبة أو أولياء أمور أو أهالي. اتبسطنا طبعا ان احنا عرضنا في مسرح زي ده، خصوصا بعد ما العالمين جددت وبقت احسن كمان من الاول. دربنا على اغاني الاسكندريه والنجاح يرفع ايده لطلبه الثانويه العامه. واستعد 50 طالب من جامعه الاسكندريه على مدار اسبوع بتدريبات غنائيه وتحضيريه للاحتفال الذي احتوى على اغاني النجاح التراثيه مثل وحيات قلبي وافراحه للعندليب والو الو احنا هنا للفنانه شاديه. هو بجد اليوم كان ممتع جدا، اكتر حاجه انبسطت بيها فعلا تفاعل الجمهور معانا. وطبعا يعني عايزه اشكر اكيد المتحده ان هي استضافتنا احسن استضافه يعني، ودكتوره شريهان اللي تعبت معانا جدا اثناء البروفات عشان نطلع بالمنظر الحلو ده. المكان جميل بصراحه، يعني انبسطت جدا، حتى الكورال الصوت كان جميل والاغاني اتفعلنا معاهم، حتى يعني كل اصحابي كانوا بيهيصوا معاهم وكانوا متفاعلين جدا. كورال الاسكندريه تحفه بصراحه، يعني كانت حاجه جميله واول مره احضر حاجه زي كده واستمتعت. تحفه جدا بصراحه، يعني اول مره احضر حاجه زي كده واستمتعت جدا، والتنظيم زي الفل ما شاء الله يعني. وتميزت فعاليات مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه باستقطاب جميع الفئات العمريه من شباب وكبار واطفال، وذلك نظرا للتنوع في النشاطات الرياضيه والترفيهيه والثقافيه. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.